ومن الخرطوم ينضم إلينا محي الدين جبريل مراسل الغد. محي، جديد المعلومات لديك في تظاهرات السودان اليوم؟ حسين، الآن يعني ما يحصل في عناوين الأخبار في الخرطوم ليس هو من الدرجة الأولى الاحتياجات التي خرجت في عدد من المساجد أو في عدة أحياء أحرق فيها المتظاهرون الإطارات وتم فضهم بقوات مكافحة الشغب. هذه الأشياء ربما الآن أصبحت يعني من اعتياديات الساعة. الآن هنالك كل 10 دقائق تجد ما هو جديد على صعيد ما سيعلن ربما مساء اليوم. يعني تم إبلاغنا قبل قليل أن هنالك لقاء للبشير أمام حوالي 300 من الشخصيات سميت بالشخصيات القومية، بطبيعة الحال هي السياسية من الدرجة الأولى، وسيلقي أمامهم البشير خطابا في القصر الرئاسي يعني بعد حوالي ساعتين من الآن تقريبا. الدعوة أيضا وجهت لعدد من قادة المعارضة، ولكن ما رشح إلينا من معلومات أن هنالك عدد من الشخصيات المعارضة اعتذرت عن حضور هذا اللقاء. الآن هنالك حراك سياسي يبدو أنه في سباق على حراك الشارع الذي يعني طيب محي، ولكن يعني السؤال الأهم بعد هذه اللقاءات التي قلت بأن الرئيس البشير ربما يعقدها مع بعض الأطراف السودانية، إلى جانب الإعلان اليوم عن أنه ربما الحكومة يطالها تغيير أو تعديل كبير، ألم تتأثر المظاهرات بهذه الأخبار؟ فيما يبدو أن يعني المحتجين على مستوى الشارع هم بعيدين يعني نسبيا عن هذه التحركات السياسية، لطالما القطرة السياسية للمحتجين في الشارع رفضت حضور هذه أو هذا الخطاب أو هذا اللقاء بالقصر الجمهوري، فبطبيعة الحال نحن نتوقع ماذا سيكون الرد. نعم، يعني كل شيء يعني وارد قوله في هذا الخطاب، ولكن نعم، رد المعارضة ما لم يكن هنالك تنحي للحكومة سيكون رد. نعم، هو الرفض لأي شيء دون ذلك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا زميل محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم.